السلام عليكم مشاهدي الكرام. اليوم جيت بالكمالة ديال الجلابة ديال الفيديوهات اللي فاتين، الجزء الأول والثاني وهذا الثالث والأخير. إذا إن شاء الله غنوريكم الطريقة ديال كيفاش نلقو القبيب. الخدمة اللي كتشوفو راني درتها في الجزء الأول، أنا شديتها ودورتها معاها مع الجلابة مع النصف طاق كله. إذا عجبتكم الخدمة وبغيتو تعرفوا عليها رجعوا الفيديو في الجزء الأول، رجعوا الفيديو اللي حطيت في الأول ديال هاد الجلابة ديال الكميمات. هاد الحبكة راه كتجي زوينة ما شاء الله، كنضربوا بها ما يبقاش عندنا العيب ديال الثوب. دورت العنق كله هذا نصف الطوق، هذا الصدر هذا غندير فيه بحال هذه الخدمه بحال الطريقه، نديرها هنا في الوسط في هذا نصف الطوق ندير فيه نفس الخدمه. غنوريكم الطريقه، هاد الجلابة هادي حدا هنا ما هبطاش ديال تحت، أنا قطعت هنا 3 سنتيم ديال التوب. ثلاثة سنتيم أو جوج على حسب، خدمت القب بعد ما خدمتو كلو وزديتو، وزديت الخدمة بحال هكا. هنا الطريقة نوريكم الطريقة ديال كيفاش غنزديه، غنجيبو هكا غادي نخيط بنفس الخيط اللي خدمت به حرير أولا خيط ديال الماكينة يكون نفس اللون. تبعوا معايا الفيديو تا الاخر اللي بغيت تعرفوا التفاصيل. من بعد غادي ندوز للصدر نصف طوق، نوريكم الطريقه ديالو. نخيط وصلت للجهه الاخرى، بحال هكا ما خيط مره مره راقب الثوب على الكبش ما يتراجلش ليا الواج. شتو كي جدا مقاده نبقى هذا الشيط هنا باش نخدم عليه الجهه. صافي هذا هو الوجه ديال الجلابة هكا.
هاد الطريقه راه كتجينا سهله بزاف وانيقه، كتجي مزوينه الخدمه بزاف. من بعد غنهبط مع الخدمه من هنا بحال هذا الشكل. يمكن لكم ديروها بلون واحد، انا عشقت هاد جوج البينات. صافي غادي ندوز هنا لنصف طاق، نعمر هاد البلاصه ديال الصدر ديال الكول ديال نصف طاق، نعمرها بحال الطريق بحال هاد الخدمه. الخدمه اللي راني درتها في الفيديو الجزء الثاني درت فيه هاد الخدمة. صافي غادي نجيب كروشي كروشي والحرير، بسم الله غادي نبدا من هنا. نمشي معها على طول، ندور مع الخدمه كلها، تيل الراس تيل هنا، تيل الراس هنا، صافي هاني درت جوج دورات، جوج سطورة، جيت من جيت من هاد الجهة. ضغط وضغط وعاود ثاني ضغط جوج دورات. هاد الدور الثاني كندير فيه عوينات، كنفوت واحد العوينه ونضرب في الاخرى. هادشي راه كاين في الجزء الاول الخدمه. شوفوا بحال الطريق اللي هنا، العوينات هما هادو. قلبتو ورجع رجع تاني بالسطر التالت بحال الطريقة اللي كاين هنا. صافي ندور بهاد الخدمة نفسها. صافي بعد ما درت صافي قفلت الخدمة اللي غنجمعهم العوينات اللي درت، صافي سديتهم، بقيت غادي تقفلو. صافي تلقى سديتو ديال العوينات،
شفتي حاجه غادي نحط نخلل. الطريسات بحال هادو درتها فيكم غير الجزء الثاني بيتعرف عليها مزيان. صافي غادي نقفل هاد الجهه مع هادي. صافي دابا غادي نخيط جميع الكل نصف طوق. نشد هاد نصف طوق نخيطو على الطريقة. هذا هو الوجه ديالها. نمشي بهذه الطريقه ديال التحت ربع حتى ضربه بالبرا هكا باش جينا داك الشيء اللي نطقون. صافي هاد القنط اللي بقالينا هاد القنط اللي بقى انا هبط معاه بحال هكا باش يجي الكور ديال التحت نقاد. نعود نطبلو
الجلابة على وجهها. كتشوفوا راني هبطت مع الخيط من هنا من البداية ديال الكول ديال التحت. خدمة سرحة ما شاء الله بلا بلانشة. بحال هكا هدا هو العنق الكور ديال العنق الكمينات. الخدمة هي اللي درت الجزء الأول ديال الكمينات. صافي هادي هي الخدمة ديالنا، نتمنى تعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش لايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.